اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي مره اخرى ارحب بدكتور فاطمه سيد احمد، الكاتبه الصحفيه وعضو الهيئه الوطنيه للصحافه. منورني يا دكتوره. قولي لي من وجهه نظرك ايه الفجوه اللي حصلت من 2011؟ قبل 2011 احنا كنا عندنا صحافه الحقيقه مقروءه ولها جمهورها. بعد 2011 حصلت ازمه كبيره جدا في الصحافه المقروءه، ولغايه النهارده مش عارفين نرجع تاني. ايه السبب من وجهه نظرك؟ لا احنا ان شاء الله هنرجع تاني يا رب ان شاء الله. وانا مش متفائله، ولكن من واقع وجودي في الهيئه الوطنيه للصحافه، ومن واقع برضو ان انا ماسكه لجنه التقييم والتطوير للصحف القوميه، ومتابعتي للزملاء في الاصدارات المختلفه، انا بقول لك لا، في روح مبشره جدا، وفي رجوع واسترداد ثقة في الصحافة القومية وفي دورها، ومش هقول بقى في جذب القارئ، واسترداد ثقة القارئ. طبعا زي ما انت قلت يا رانيا، 2011 كانت بالنسبة لنا كلنا يعني انا بعرف ان الثورات دايما، او كلنا نعرف مفهوم الثورة انه في تطور لقدام. للأسف 2011 كانت ثورة لرد وهدر للمكاسب اللي اتحققت من أول ثورة يوليو 52 إلى قيام 25 يناير 2011. مش هنقول إنه الحالة الإعلامية لم تشخص صح، بس إحنا هنقول إن كان في أولويات للدولة، كانت في يعني عدد من المؤسسات المهمة جدا واللي هي بتدعم وجود الدولة وسيادتها كانت شبه منهارة، وكنا كلنا تقريبا كده مرتكنين على مؤسسة واحدة، وهي طبعا مؤسسة الجيش، وهي بقى بتبتدي تلملم في الأنقاض بتاعة الدولة عشان ترجع كما كنت. يعني في الوقت ده كان الإعلام كمان بدأ دوره في ممارسة هدم دور الدولة من بدري، من قبل 2011. الإعلام اللي هو إيه؟ اللي هو كان قاصد ولا مش قاصد؟ أصل في ناس كانت مغيبة. يعني بصي، هو في ناس استخدمت كأداة، وفي إنما طبعًا القائمين من فوق يعني الرؤوس طبعًا كانت تعلم هي بتعمل إيه. طبعًا في مفعول بهم. طبعا من الاعلاميين، وفي استخدموا كادوات او يعني كاداه بتؤدي الدور من غير وعي ومن غير ما يكونوا، او بمعنى اصح بثقه انه انا مش عارفني، يعني من باب اولى ان تكون الدوله هي اللي عامله الرصد وشايفه ايه اللي بيحصل وكده. فما تيجي مره واحده انت تلاقي نفسك انت لوحدك اللي بتدفعي الفاتوره، وانت لوحدك اللي بتحاسبي، والكبير ده هرب. فإنما كمان ما تنسيش إن قبل كمان ده كان في ضغوط جامدة جدا من جهات خارجية بإنك تعملي إعلام موازي لإعلامك تحت ستار ما هو خاص أو مستقل. حتى إحنا كنا بنقاوم كلمة مستقل ونقول إن إحنا كصحافة كلنا مستقلين. أساسا أي منشأة صحفية أو مؤسسة صحفية أنت ما بتيجي تعرفيها بتقولي صحافة مستقلة. هما في الوقت ده استخدموا المصطلح ده كأنه الصحف الخاصة بس اللي هي بمال خاص هي الوحيدة المستقلة، هي مستقلة ماليا، إنما مش مستقلة لوحدها في الرأي، مش مستقلة لوحدها في الأداء. فإذا كان في خلط في معنى الصحف المستقلة. من تحت هذا الستار أو الدور اتلعب دور كبير قوي في إنه يقدم نفسه انه هو المستقل، هو اللي عنده الرأي اللي ممكن يدي اشباع للمشاهد. هو عايز يقول له انا اللي بقول لك الرأي والرأي الاخر، انا اللي عندي وسيله النقد، القومي ما عندهوش الوسيله دي، ولو عنده بيبقى بغرض. طبعا كل هذه المفاهيم المغلوطه واللي انت بتبسيه على مدار 24 ساعه وفي ظل الدولة وفي ظل وجود الدولة، يعني الدولة ما هياش بتقول لا استوب هنا في غلط، لا هي سايبة تحت ستار حرية الرأي وحرية الصحافة والإعلام.
كان في اهتزاز في الفتره دي، خلينا نعترف يعني كان في اهتزاز كده يعني، الرؤيه ما كانتش كان واضحه. خلينا نقول هو مش اهتزاز، لا بالعكس الدوله كانت ثابته جدا. هو الاهتزاز بيجي نتيجه ان انت بتستجيبي لضغوط. بتستجيبي لضغوط ليه؟ تستجيبيش لضغوط. بس